اهلا وسهلا حبيباتي، فيديو جديد من مرجان. غادي نشوفوا اهم العروض والتخفيضات بخصوص الاواني المنزليه، كذلك بعض الملابس هكا النسائيه. وغادي نشوفوا في اخر الفيديو شي حويجات هكا خاصين بالصيف. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، ما تزقلوا حتى القيطه، ونبداو على بركه الله بهذا الكغاف. كما شفتوا الكغاف الاولاني الديزاين ديالو خطير، الثمن ديالو 69 درهم، وهادو اللي حمقوني بزاف، لا شكلا ولا الثمن ديالهم. الثمن ديالهم 55 درهم او 56 درهم، صراحه زوينين، شت الناس بزاف تياخذوا منهم. حاطين هاد لي طاس هادو ديال القهوه، فيهم بزاف ديال اللوينات هكا، الحمار موف هكا، ولكن ما عرفتش واش زعما هاد الباكيه كلها بداك الثمن اولا غير واحد. يمكن كنظن ان هاد الثمن هذا غير ديال واحد لاطاس، الثمن ديالها واقيلا 16 درهم. كاين هاد البلا هذا ديال الخشب بالغلاقه ديالو ديال بيكسي غلاس، صراحه الشكي ديالها انيق، الثمن ديالها 149 درهم، وكانت 169 درهم. وهاد البلا هذا ديال الزاج من التحت وعندو حتى هو الغطاء ديالو بيكسي غلاس، هذا غير صغيور، الثمن ديالو 89 درهم اولا 90 درهم. كاين هاد الفراقه هادي ديال الخشب، رغم فيهم بزاف هادو دائما تلقاهم في مرجان، وفيهم بزاف ديال لي ديزاين. هذه صراحه كتعجبني، جايه هكا فيها اربعه، والثمن ديالها 56 درهم. كاين هاد السيرفيس هذا ديال فيه طبيصلات هكا، وزوين صراحه، تيجي هكا سامبل، وفيه ديك هكا واحد الدوره هكا بالدوغي، فيه بحال هكا اربعه ديال الطبيصلات من هاد الحجم، وربعه متوسطين كيف ما غتشوفوا في الكرتونه، واربعه هكا شويه غارقين، واربعه ديال لي طاس، واربعه ديال لي سوطاس، فيهم 20 بياس بالثمن ديال 359 درهم. وكاين هذا الشكل عاوتاني، هادو راه هما اللي وريتكم في الاول، غير كنوريكم هكا كيفاش كيجيو، راه كيجيو اربعه من كل حاجه. كاين عاوتاني هذا الشكل هذا، حتى هما اربعه ديال الكبار، اربعه متوسطين، اربعه صغار، اربعه ديال لي سوطاس، واربعه ديال لي طاس، الثمن ديال 449 درهم. كاين هاد الكغاف هذا مع الكيسان ديالو، صراحه الشكل ديالهم خطير. هانتوما كتشوفوه بحال ما غبغي هكا بالدوغي، من هاد لامارك لاف، تيجيو 6 ديال الكيسان مع كغاف بالثمن ديال 109 دراهم. وكاين هاد الكغاف هذا اللي تيجي هكا بلا غطايه، فيه هاد الوريدات هكا، وتيجيو معاه 6 ديال الكيسان هكا طوال، حتى هما فيهم نفس الرشمه اللي كاينه في الكغاف، صراحه الشكل ديالهم حتى هما انيق، والثمن ديالهم 109 دراهم. كاينين هاد الكيسان ديال اتاي كيف ما كتشوفوا، تيجي 12 كاس، هكا مغبغي بالدوغي والنواغ، صراحه الشكل ديالهم زويون، والثمن ديالهم 145 درهم. وكاينين هادو اللي نزلوا ليهم في الثمن وكانوا غاليين البنات، هادو راه صغيورين، فيهم لوينات هكا، كيجيو ثلاثه من كل لون، الابيض الخضر والزرق وكذلك الاحمر، 12 كاس بالثمن ديال 90 درهم. وكاينين هاد لي تيرموس هادو اللي صراحه عجبوني حمقوني، تيجيو جوج ديال لي تيرموس قد، شوفوا الشكل ديالهم انيق، فيهم النواغ وفيهم اللون اللي بان ليا تما واحد البيج فدوك الكراتن بثلاثه، هانتوما غادي نوريه ليكم، كيحمقوا يا البنات، عرفتي هادو مع في الحطه يجيو انيقين، الصراحه عجبوني بزاف بزاف بزاف، وانا متاكده انتوما غادي يعجبوكم. شفتوا اللوينات اللي فيهم البنات، فيهم الابيض الكحل البيج الكرونا الغوز والمارون، هادو هما اللوينات اللي فيهم، الثمن ديالهم 199 درهم. وكاين هاد الباني هادي ديال الخبز، صراحه زوينه حتى هي، فيها الخشب في التحت وفيها داك البيكسي كلاس هكا داك البلاستيك، ومن اللور كاين الاينوكس، والثمن ديالها 219 درهم. حاطين هاد لي بول هكا، مع كتجي بول صغيره مع البول الكبيره، والبلاطو ديالهم صراحه لا ماتيغ ولا حتى الديزاين ديالهم زوين، الثمن ديالهم 100 درهم. ونفس الشكل جايين هكا طاس، ومعاهم هكا زليفه صغيره هكا بحال هكا تشربي فيهم هكا تيزان اولا قهوه، وفي ديك الزليفه الصغيره تقدري تحطي فيها هكا شويه ديال المكسرات اولا اي حاجه، وبالبلاطو ديالهم، والثمن ديالها 79 درهم اولا 80 درهم. كاينه هاد لوسيت هذا ديال العطريه، كيجيو 6 ديال القراعي ديال العطريه، تيجيو هكا فيهم الابيض والدوغي وهداك النحاسي والسيبور ديالهم، والثمن ديالهم 230 درهم.
بالنسبه لهاد لي بينواغ هكا ديال الكبار، جايبين فيهم لوينات واحجام اللي مختلفه، انتم ما كتشوفوا حتى الفوطه ديالهم زوينه، ما ماشي شي فوطه هكا حرشه او لا، مهم كتبان. اما الا تصبنوا راه كاين شي فوطات كيتصبنوا وما عرفتش كي كيوليو. المهم اللي جرباتكم جربات فيكم البنات هاد البينوارات هكا ديال المرجان تخليها لينا هكا في التعليق باش هكا نفيدوا بعضياتنا البنات. كيف ما كتشوفوا كاينين هاد الفوطات حتى همايا، جايبين واحد الكم هائل كيف ما كتعرفوا في مرجان ديال الفوطات. وكتعرفوا دابا الصيف كنحتاجوا الفوطات، واخا تكوني كلك فوطات غتحتاجي فوطه في الصيف. الثمن ديال هادي 145 درهم، فيها 80 على 1.60 متر. وهادو اللي عجبوني بزاف هكا تحطيهم في الضياف. كاين هاد الباك هذا اللي فيه 6 ديال الفوطات ملونين، وكاينين اللي هكا كيجيو سامبل في الابيض وفيهم ديك الطرزه، صراحة انيقين عجبوني بزاف بزاف. وكل وحده والطريزه ديالها، كاينين اللي هكا راكم كتشوفوا، انا حاولت هكا نفتحهم لكم وما تيجيو غير صغيورين هكا ديال الليدات او ديال الوجه، ويلا قلت العريسات صراحه زوينين عجبوني بزاف. والثمن ديالهم 85 درهم او 86 درهم. كاينين هاد لي طابي هادو، هانتوما كتشوفوا كيجيو هكاك فيهم داك السيليكون من التحت اولا بلاستيك باش ما كيزلقوش، والثمن ديالهم 40 درهم. وكاينين هادو ديال لي طواليط اعزكم الله، فيهم 3 ديال لي بيس وفيهم لوينات اللي مختلفين، والثمن ديالهم 100 درهم. هانتوما كتشوفوا راه كاينين لوينات اللي مختلفين. كاين عاوتاني هاد الديزاين هذا تجي غير طابي مع هذيك الطابي الصغيره اللي كتجي هكا قدام لاشاس، الثمن ديالها 179 درهم. وكاينه هادي حتى هي الصراحه لا ماتيغ ديالها زوينه، هذا كتجي غير وحده كتشوفوا كيفاش دايره وفيها لوينات، هذه الثمن ديالها 199 درهم، كانت 259 درهم، وفيها الوان مختلفه. بالنسبه للفوطات لقيت هاد الفوطات هادو جايين هكا سامبل، وحتى لا ماتيغ ديال الفوطه زوينه، الثمن ديالها 59 درهم عوض 69 درهم. وكاينه هذه الثمن ديالها 39 درهم او 40 درهم. بالنسبه لهاد البيسه هكا بانت لي عجبتني، قلت غادي نصورها لكم، خصوصا ان الثوب ديالها صيفي، الثوب هكا ماشي نيلون او لا شي حاجه، هي ثوب منسقين معاها هذيك لا شوميز. كيجي هكا البونطالون لارج كيف ما كتشوفوا، وتقدروا تاخذوا هكا افكار تقدروا انكم تفصلوهم غيتقاموا عليكم ارخص. بالنسبه لهاد السروال ديال 149 درهم، وبالنسبه لهاد الكيمونو الفوقاني الثمن ديالو 170 درهم، وفيهم الوينات المختلفه كيف ما كتشوفوا. كيف ما قلت لكم تقدروا تاخذوا هكا افكار وتفصلوهم، راه تبارك الله عندنا الخياطات ما شاء الله هكا اللي يفصلوا لكم حسان من هذا الشيء. نفس الثمن تقريبا، كيختلفوا غير الالوان، كيمونو 170 والسروال 150. كاين عاوتاني هذا الشكل، هذا التوب ديالهم عاوتاني في شكل زويون هكا كي بحال كيتيره، الثمن ديالهم 200 درهم. بالنسبه للبنطالون بالنسبه للكيمونو حتى هو راه تيجي هكا لارج، والثمن ديالو 230 درهم. هذا هو الشكل الثالث في هذوك البيسات اللي كانوا في الماكا. عاوتاني شوفوا هاد الديزاين كيحمق، خاصكم غير طيحوا على شي توب يكون فحال هذا زوين وفيه شي ديزاين هكا انيق وجديد ودارج على الموضه. بالنسبه للبنات هادو راه كيتلبسوا حتى كاش مايو هكا، بالنسبه للبنات الغير محجبات اولا، المهم راكم عارفين. حاطين هاد لي زيسبا هكا في اللوينات مختلفين، دايرين فيهم تخفيض، الثمن ديالهم 69 درهم اولا 70 درهم عوض 200 درهم. فيهم شكيلات كيف ما كتشوفوا، فيهم الكري، فيهم الزرق، فيهم الغوز بيبي، فيهم بزاف ديال اللوينات. وكيف ما قلت لكم الثمن 70 درهم.
وكاينين هاد لي طابي هادو كيف ما كتشوفوا، هادو راه فنين البنات، الا خديتوهم ما غاديش تندموا عليهم، انا عن تجربه واخداهم زوينين بزاف بزاف. فيهم بالنسبه لي ديمونسيون ديالهم بالنسبه بعد الثمن 193 درهم، بالنسبه لي ديمونسيون فيهم 80 او 50 على 80. بالنسبه لي كلاكيت ولي صندال ديال الوليدات راه كاينين هادو، هاد الشكل هذا فيهم هاد الموطاغد وفيهم هاد الزرق، والثمن ديالهم 90 درهم. كاين عاوتاني هاد الشكل هذا تيجي هكا سامبل، فيهم هذاك الفيغ وفيهم لورانج، الثمن ديالهم 60 درهم. وكاين هاد الشكل هذا فيه حتى هو جوج الالوان، فيه هذاك البلو سيال وفيهم حتى هاد الغوز، بالثمن ديال 50 درهم. وكاين هاد الشكل هذا ديال الرجال، فيهم هاد الزرق وزرق فاتح وفيهم الكري وفيهم النواق، بالثمن ديال 70 درهم. معلقين بزاف ديال الصنادلات ديال العيالات هكا والبنات، الثمن ديالهم 100 درهم. هانتوما كتشوفوا فيهم بزاف ديال اللوينات، هما تيجيو هكا بلاستيك من التحت، المهم انيقين بالنسبه للابيسين او للبحار. انتما كاين هذا الشكل عاوتاني، فيهم نواغ فيهم الزرق فيهم داك الفيغ او فيهم الكري، كلهم 100 درهم. وكاينين خلاص هادو اللي كانوا حتى داك العام، صراحه كنت شفتهم هذاك العام، هادو حتى هما فيهم اللوينات، الثمن ديالهم 80 درهم. كاينه هذه شويه هكا، شوفوا كيفاش كدير، بحال فيها ليبونج هكا في ديك الجهه رطيبه، الثمن ديالها 109 دراهم. وكاينين هادو تيجيو هكا بلاستيك ديالهم هكا قاصح، والثمن ديالهم 100 درهم. فيهم حتى هما لوينات. كاين عاوتاني هاد لي صندال هادو الثمن ديالهم 130 درهم. وما صورتش لكم صراحه كلشي، راه كاين هكا يا البنات الغرق ديال الصنادل، عرف فاش تختاروا. وحتى بالنسبه للثمن الاثمنه، كاين الاثمنه اللي هكا ناقصين، كاين الاثمنه اللي مناسبه، كاين المهم على حسب كل واحد والبيدجي ديالو. هادو الثمن ديالهم 150 درهم. كاينين هادو ديال الصبع، كاين بزاف الناس اللي كيعجبهم وكيرتاحوا في هاد الديزاين، الثمن ديالهم 159 درهم. كاينين هاد لي بالغين هادو الثمن ديالهم 59 درهم، وهادو 69 درهم. فيهم حتى هما بزاف ديال اللوينات وبزاف ديال الشكيلات، هادو الثمن ديالهم 89 درهم. وكاينين هاد الصنيدلات هادو حتى هما زوينين صراحه، صيفيين انيقين، الثمن ديالهم 80 درهم. فيهم هذاك السومو، فيهم البلوسيال، فيهم هذاك الفيغ، هادو اللي ما جايين بلا، ما جايينش بالصبع، جايين هكا غير بدي بوند هكا، حتى هما صراحه زوينين. ويلا باقيين معايا حتى لهنايا، ما تنساونيش حبيباتي بلايكاتكم واشتراككم في القناه، تخليوا لي تعاليقكم الزوينه اللي دائما كتفرحني، وما تنساونيش بلي جيم البنات اللي خطاكم عليا. بما ان الصيف قريب بداو كيحطوا هكا لي بيسين ولوازم ديال الصيف، من بينهم هاد الباني هادي، ما عرفتش شنو غنسميها، الثمن ديالها 209 درهم عوض 229 درهم. هانتوما مسمينها هنايا اماك، ما عرفتش البنات واش سميتها هاماك او لا اماك، ما عرفتش انايا صراحه، ما عندي عليها حتى شي فكره. كاين هاد البيسين هذا الثمن ديالو 1599 درهم، هذا حتى هو راه كتشوفوا لي ديمونسيون ديالهم، الثمن ديالو 449 درهم. حاطين مجموعه من هاد الشاز هادو بليابل ديال البحر، هانتوما كتشوفوا فيهم بزاف ديال الشكالات، وعلى حسب كل واحد والثمن ديالو. كاينه عاوتاني هاد لاطابل بلايابل حتى هيايا ديال الالومنيوم، الثمن ديالها 469 درهم عوض 499 درهم. كاينين هاد لي رونجمون هادو ديال الصبابط، جايين هكا ديال التوب وبلاستيك كيف ما كتشوفوا، فيهم 4 ديال لي زيتاجير اولا 5 ديال لي زيتاجير، والثمن ديالهم 129 درهم، غير 4 ديال لي نيفو، سمحوا لي 4 ديال لي نيفو اللي فيهم، الثمن ديالهم 129 درهم، فيهم النواغ وفيهم الابيض. حاطين عاوتاني هاد الفوطات هادو ديال البحر،
فيهم 70 على 120، ولكن صراحه ماشي شي حاجه، ما عجبتنيش لا كاليتي ديالهم بزاف. المهم الا كنتو غادي تفرشوهم هكا في البحر راه غادي ينغرض صراحه. الثمن ديالهم 80 درهم. بالنسبه للناس اللي باغين هكا رينغ لايت، لقيتها هنايا في مرجان دايرين لها 149 درهم. واخيرا البنات باركوا ليا شريتها، كانت عندي وحده وتهرسات ليا، ودابا شريت وحده اخرى ان شاء الله نبقى هكا تنحتاجها هكا الا بغيت نصور شي حاجه. كاين هذا الكليماتيزور هذا ديال دينوا حاطينه هنايا في الدخله ديال مرجان، هذا الثمن ديالو 3499 درهم. وكاينه هاد الفونتيلاتور ديال طوريوس، هادي راه كبيره الصراحه، الثمن ديالها 849 درهم. والحاجه اللي حمقاتني في مرجان هما هاد لي صالون هادو ديال السطوحه اولا ديال الجرادي اولا ديال هادو لي بالكون كيحمقوا، بحال هذا الثمن ديالو 9599 درهم. فيه هكاك جوج ديال الكراسه، فيه طبله، فيه هكا كنابي كبير، كيحمق البنات. شوفوا معايا هاد لا بلونط هادي اللي حاطينها حداه، عرفتي تشهيتها لواحد السطح عندي. ان شاء الله يا ربي الله يسهل البنات عليا وعليكم، باش نتمنى ان شاء الله اللي في قلبها شي حاجه يا ربي توصلها ليها وتحقق احلامها كاملين. كاين عاوتاني هاد الكليسه هادي فيها هذاك الكنابي هكا، وفيها عاوتاني طبيله، عاوتاني كاين هذا فيه حتى هو نفس طبله كنابي جوج كراسة، وكاين هذا حتى هو طبله كبيره كنابي وجوج كراسة حتى هوايا. والكود كور هو هذا تيجي هكا بحال شي صالون هكا ال، رائع البنات حمقني. كتجي مع لا طابل، ولا طابل فيها الزاج، وكيجيو معاهم جوج ديال لي طابوغي. هانتوما الطبله راه فيها فوق منها زاجه كتحمق، الثمن ديالها 19999 درهم. ايها البنات كتجمعها غير الفم والله يسهل علينا وعليكم يا البنات. ان شاء الله ديروا ان شاء الله ديوركم وديروا نتوما هادشي، علاش لا كلشي عند الله قريب. بحالها في الكري، نفس الديزاين في الكري، حتى هي بنفس الثمن. وبهكا غادي نكون وصلت معكم لنهايه الفيديو، ما سخيتش بكم كيف ما العاده، نتمنى ان شاء الله تكونوا خديتوا منه افكار واستفدتوا منه. نتلاقاو ان شاء الله فيديوهات قريب. شكرا بزاف على حسن التتبع، ما تنسونيش دائما كيف ما دائما كالعاده كنوصيكم من لايكاتكم تشجيعكم للقناه وتهلاو ليا فراسكم. شكرا لكم بزاف والسلام عليكم.